زمن الشف الدم يلا جاهزة؟ هات 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 حط. يا الله يا امبابي قديش بذوق قلايات، عمري في حياتي ما ذقت زي قلايتك. شو هالسر اللي فيها؟ قديش بنعملها في الدار عمره ما طلعت هيك. ها؟ بقول لك قلايتك زاكية جاهية. طيب روح نصدرنا حسنين احسن لنا بدل هالخراف الفاضي. يا زلمه انسانه من الحساسين، بقول لك قليتك زاكي وبتقول يا زلمه انا بدي انش لك، بدي اطلعك كنز، انت كنز اصلا. اسمع، في برنامج للشفات اسمه شيف 23 في الخليج، شو رايك تشارك فيه؟ وبنش لك بشهرك. يا زلمه في واحد اسمه نصرت في التيك توك بيطلع ربع ساعه بيربح له 3-4 مليون، ليش انت ما تصير زيه؟ شو عليك؟ قليتك بتجنن، وانت من اليوم طالع اسمك شيف قلايه. فاهم؟ بس شو هالسر اللي فيها يا زلمة؟ ما اقدرش اطلع السر بلاش يسرقوه الشفات يصير على التيك توك. يا زلمة انساني من السر وبطيخ، بقول لك انا اسمع انساك من هالخراف الفاضي، روح انصدرنا حسون هلا. يا عمي انساني من الحساسين تبعك، بقول لك طول روحك يا قلاية. هلا موسم التزاوج، رجعت لي التزاوج. اسمع بس، نشارك في شيف 23 بكره، بنفتح سلسله مطاعم ماكدونالدز وتي اف سي. يا زلمه بنش لك فوق العالم، انا مدير اعمالك واليوم طالع. نادي لي امك. روح انصدرنا حمريه احسن. يا زلمه نادي امك، بقول لك بدي اشهرك وانت في الحساسين. موسم تزاوج الحماري. يا زلمه نادي امك خليها تجهز حالها نطلع على الخليج. يمه يمه هلا يا خالتي العليان، كيف حالك يا حبيبي؟ ان شاء الله كويس. في مشكله؟ كيف امك؟ كيف حماتك؟ كويسين؟ امك قامت بالسلامه؟ في اشي؟ تخته شو تعطي معها؟ هذه بتطول، بضل لبكره. احكي احكي بسرعه. اسمعي، في برنامج اسمه شيف 23 بنطلع نشارك فيه، جهزي حالك. انا جهزي حالي. يلا بس اروح البس وارجع. يلا روحي. تلبسيش زي العرس امبارح. لا بلبسش زي العرس امبارح عادي. صحيح، قل لي يا حبيبي سلم على عمتك وعلى حماتك وعلى بنت خالتك، بموت عليها بحبها. قلها خلص، قلها خلص 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 بسلم. ضل بكره روح روح ظبط شعرك. ضل بكره خلص. بس تلبسيش زي العرس. ها شو لبست في العرس امبارح؟ فضحتنا، كانت لابسه بنطلون. شايفني من الصبح مش طالع لا صيد حساسين ولا غيره. يا زلمه رجعت لي للحساسين، بقول لك جهز حالك نشارك في الخليج وانت بتقول لي حساسين. يلا يا زلمه صيد حمريه، موسم تزوج الحماري. ومن هاللحظه بلش العد التنازلي للحظه الحاسمه يلي كل العالم ناطرينا على نار، وكرمال هيك اللجنه صارت بطريقه لاستوديو. وهلا صار وقت ترحبوا معنا بالشف العالمي يلي أطباقه كلنا منعرفها وفات عقلوب الملايين، الشيف أبو جوليا، ويلي أشهر أكلاته قلية البندورة ومفركة البطاطا وغيرهم من الخبيزة والهندي وكل أنواع الحشيش والبزور، وأكيد الديزيرتس مثل التشيز كيك وغيرها كثير من الكيكات اللي تميز فيها. وهلأ وبعد ما اكتملت اللجنة بوصول أبو جوليا، هيك بلش الضغط على المتسابقين ونهاره بهيدا نهار يلي ما كان مبين أوله من آخر. إذا بحكي عادي راح يرسبوني، تحكي لبناني. لأنك ذكي تحكيش عربي، حكي لبناني. أنا فاهم شو بسوي، فاهم. أنا خليك هيك منيحة 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 منيحة. أنا كثير متوتر، أنا عمري ما شفت مشاهير. أنا إذا شفت أم كلثوم الله يرحمها جوا راح يغمى علي. تخافش يما،
قوي قلبك، قول اللي بخاطرك، افتح صوتك، خلي العالم كله يسمع صوتك. هذا بتفكرني بدي اغني، انا كل اللي بدي اعمله قلاي. بدكم تعذروه، قلاي اول مره بشارك في ذا فويس كيدز، بس هذا الموسم قلاي ان شاء الله هو ذا فويس كيدز. انا كثير متوتر، انا عمري ما شفت مشاهير، انا اذا شفت عبد الحليم حافظ الله يرحمه جوا راح يجيني شلل، راح اعرقب. بعدين معك، قلت لك قوي قلبك، افتح صوتك، خلي العالم كله يسمع صوتك. ادعموني يما، ادعموني، خليكوا جنبي، ادعموني ادعموني. من هالسالف يما، اذا بتاخذي سعودي ايدل الا المدرسه اللي طلعتي روحي فيها ابطلت منها، شو رايك؟ امي امي سعودي ايدل، امي هذا برنامج طبخ مو غني. شو يعني؟ اضربي لك موال لعمرو دياب والكلال ملالا، اعلي اعلي. شو كان الهضبة؟ ما كان صيدلي. هذا حاعمل لهم موال بالبطاطا. اسمع اشتح لك بسرعة، إذا ليلة تبلقيش تكاسي مش مضطر أوف الطيارة، لأنه لو تزحف على يديك وجريك أنا بدفعش تذكرة. بعدين اضرب موالك، أخذوك أخذوك، ما أخذوك بترجع تغني بالعراس. طب بقدر أروح الحمام؟ بس نرجع البلد بسرعة الحمام. دعموني وانت لا. حبيبنا النزم، شكرا شكرا، انا كثير مبسوط اني راح اشارك بهذا الموسم، الحمد لله وصلنا على الموعد. شباب حجز لي طياره ترانزيت على 3 دول، بس وعدوني رجعوا له مصاري. ما علينا، المهم انا متحمس كثير لانه بدي اشارك في عرب ايدو شيف 23، وان شاء الله راح اظبطك وصينيه عدس بالشطه مع شويه مشاط زهره هيك تاكل اصابعك وراها. حبيبنا اللازم، يلا دخلونا المتسابقين. شو يا شباب متحمسين؟ جاهزين للطبايخ؟ قلاية مالك؟ شو طعموك؟ الله يحمي الشاب. يا لطيف ماله قلب هذا؟ شو عملتوا فيه؟ اصحى يا صاحبي. اغمى علي، اغمى علي لما شفت ابو جوليا، اثنين لما اشوفهم بغمى علي، ابو جوليا وحسين الجسمي، بس محمد عبده عادي انا شفته كثير وهيك، بس وصرت معاه ما اغميش علي. صاخم والله اثبت لي انك صاحبي، اثبت لي إذا بتغسل إيديك بكون ممنونك. وقفني وقفني. يلا يا شباب بقولكوا جاي ترانزيت 18 ساعة، ولا إيش رأيك دندوش؟ اللي بتشوفه مناسب يا عيوني. كيف اللبناني تاعي؟ أيوة أنت حكيت إشي خزيتنا. روح روح اركن علي، روح روح. وخلونا نبلش بالتيست فود ونبدأ مع بندورة، قصدي طماطم، دوقونا قليته. شوف المكونات مش حاسه بطعمها كثير بصراحه، مكتر ماجي ودلع هيك الطبخه، بس ما تياس، انا بعرف المرحله حساسه وصعبه، انت قوي خليك قد حالك. وهلا دوقونا قليت الغندوره. شوفي علي يا غندوره، البندورة يا إما إنها مو مستوية يا إما إنك شعطيتها كتير، بس طعم التومة حادق كتير. الله لا يوفقك، هلا بدي باكيت عيلتي كاملة. شوف المكونات مش واضحة معي وحاطة شوية التوم، بس خليكي قوية، أنا كنت مراهن عليكي، سيرتنا رهنت على إحصان أعرج ولا رهنت عليكي، سميت بدن الله يسم بدنك. دوقونا قليت مبابي. مالك شو عملوا لك يا زلمه؟ شو في شو في؟ ولك شو مالك ولا جنبتنا؟ حدا يشيل معي يا جماعه، شيلوا معي. مالك مالك يا صاحبي؟ اصحى يا صاحبي اصحى. حبيبي يا عليان اثبت لي انك صاحب صاحب.
شباب خلص على استراحتكم وبناديكم بعد شوي. يلا غسل يديك مشان الله، يديك مثل مسيلة الدموع. غسلها. بعد ما تداولنا وتناقشنا أنا ودندوش صار الوقت لنعلن عن شيف 23. وهلأ صار وقت الجد. كينا كتير ولعبنا كتير وسهرنا كتير وصفرنا كتير، وهلأ صار وقت النتيجة. طمطم، غندورة، ومبابي. مبابي انت في سر في قلايتك طول الموسم مش راضي تشاركه معنا، وأنا معك ما تشاركوا لحدا. ليش؟ لأنه الفائزة بجائزة شيف 23 هو أنت الشيف مبابي. اصحى يا صاحبي، اصحى يا شيف. اصحى خرب شعري حطه. قوم ساعدوني. أنت الشيف. اصحى يا شيف. صحيح أنك أثبت لي أنك صاحبي، صاحب صاحبك عليان، صاحب وسيدك. مين هذا؟ هذا ملحم بركات. مبروك عليك السيارة. تفضلي. واحدة 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 إذا سمحتي، أنا مدير أعمال قلاية هون بغدون. واحدة واحدة تفضلي. What's wrong with you man? You do a lot of problem for me. This is my restaurant and you do a lot problem for me. We have the best big restaurant in the Middle East and we have to concentrate in our job and you do that. Why? خذوا برا. ياخذوني برا يا قلايه، انا اللي عملتك يا ابو الحساسين. ياخذوني برا، ياخذوني برا يا قلايه. كنت لما يغمى عليك لما تصحى تقول لي اثبت لي انك صاحبي. ياخذوني برا يا قلايه. يا مسوي دراما زي سلوم حدود. كان لازم نحزن، انا بدي اضحك وانت تضحك. شكلك بضحك. لا يا صاحبي، لا يا صاحبي، انت حبيبي واخوي، حتى صورتك من وانت صغير معي محتفظ فيها. طلع كيف. خذوه برا. ليش شكلك بضحك زي الخلون. منطقة صناعية قريبة؟ فيها بودي ودهان؟ ليش؟ بدي أغير لون شعري. وخليهم يحضروا لي الجاكوزي وحطوا فيه حليب، بدي أنقع حالي ساعتين. ومحمد رمضان أحسن مني، بغسل وجهه بصابوني، أنا بدي أغسله بكاس. ودم ريتها عادي تلع براحتها عادي. أيوه! بلشت تحلم! مين قلايه؟ واي كوت كوت جاي. I see you before. I'm the big best businessman in Europe and Middle East. I have a big restaurant. And this is my friend. We're going to the beach to swim. Why? هلا بحشي الفلفل في ثمك، بخليك تحكي عدل. روح. Why? ريو الله يا قلاية، صرت وتصورت. الله يرحم أيام ما كنت تصيد حساسين. اليوم لو تعطيني لفة محل حسوني معك أموت وأعرف شو سر هالقلاية تاعتك. My son, you will be lead our restaurant in the big mist Portland and Middle East and Europe. And you will lead our business family to the future. You will lead our family. يابا مشان الله، هسا مش وقت الإنجليزي يابا. يابا الدكتور قال لي إنك مش مطول. الله يبشرك بالخير. يابا أنت بتعرف تركت لي سلسلة محلات بكل بلاد العالم يابا. أعطيني سر قلاية البندورة مشان الله عشان نكمل مسيرتك يابا. سر قلاية البندورة خلوها على الغاز على نار هادية. شو يا حبيبي؟ نتركها على نار هادية؟ هذا هو السر؟ سلامتك يا صاحبي، سلامتك. واي واي
are you? Who are you? Who are you? هلاكتنا بالإنجليزي تبعك. خليها الله يردوا. هذا بتخوف. كتواتو! والله لا أكرم لك كتواتا! والله لا أكرم لك كتواتا!